ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. النهارده حلقه حلوه، يعني علشان ايه؟ انا بقول لك من البدايه اهو نصيحه، ركز مع الحلقه دي، الحلقه دي حلوه ومترتبه حلو وجميله ولطيفه وظريفه، والشكر لزملائي في فريق الاعداد جدا يعني. بس انا مش هبدا بمقدمه بقدر ما انا زي ما بقول لكم كده هبدا بهذا المشهد، المشهد الذي لم اراه زمان على الاطلاق. المشهد انه الرئيس الفائز بمقعد الرئاسة يستقبل المتنافسين في قصر الاتحادية ويبدأ يتكلم ويدير حوارات، وأنا خدت بالي أنه كمان الجلسة لم تكن فقط أنه بهذا الشكل، يعني احنا شايفين الأستاذ محمود فوزي، أستاذ محمود زهران، أستاذ فريد زهران، دكتور عبد السنة ديمامة، المهندس حازم عمر، لا ده في جزء انت اظنك شفته في النشرة او قبلها من التقرير، يعني انه الرئيس وهو بصحبة المتنافسين ومعاه سيادة المستشار محمود فوزي هم بيتجولوا في اروقة الاتحادية وبيتبادلوا اطراف حديث، مش بس هذا الشكل الرسمي والبروتوكولي من الحديث كيفما يظهر لنا الان، لا انا بقول لك هو هتشوف في حاجات هم بيتجولوا وبيتكلموا وبيتناقشوا وما الى ذلك. ده مشهد في حد ذاته مهم. طيب دلالته ايه؟ ده مهم جدا، هي دلالة استقبال رئيس الجمهورية للمنافسين بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. يمكن خليني ارحب جدا 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 بالدكتور عبد السنة ديمامة، المرشح الرئاسي في انتخابات مصر، رئاسة مصر انتخابات 2024. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. لم يسعدنا الحظ بان احنا نستقبلك في البرنامج، فقلنا بقى نتشبث على الاقل بهذه المكالمه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك دكتور. ما الذي دار ما بينكم وما بين الرئيس النهارده؟ الحقيقه الرئيس يعني كان استقباله وبشاشته دي مساله يعني مكرمه وده الرئيس طبعا، ولكن البعد السياسي اللي عرضه الرئيس ان يعني احنا ما فيش بيننا وبين بعض خصومه. صحيح، احنا الحقيقه متعاونين وغايتنا واحده اللي هي الوطن والتنميه ومصر. فالرئيس الحقيقه بهذه الدعوه الكريمه اللي بداها بالاستقبال الحسن وبالتقديم لان هو المرحلة القادمة لنا فيها دور كشركاء في الحياة السياسية، واستمع إلينا وبإنصات وببشاشة، واستمع حتى إلي أنا كرئيس حزب الوفد. أيوة. ولي برنامج انتخابي متميز وعرضت خطوطه العريضة أمامه. فالحقيقة يعني أثرني الرئيس بإنصاته وبتجاوبه وبأن المرحلة الجاية لينا فيها دور. فحتى أنا كنت بقولت له أيوة فخامة الرئيس أنا كنت أنا عندي اتجاه ونية أن أنا كنت أقدم استقالتي، فقال لي ليه ما تستقيلش؟ لحتى آخر كلمة قالها لي وهو بيودعني على الباب وهو يعني وماشي معانا وبيتحدث. فالحقيقة هذا الرجل ودود اللي عرفه عن قرب يعني الرئيس حاجة تانية خالص. صحيح. يعني أنا أول مرة أقابله. طب دكتور عندي سؤال مهم، أبرز النقط ونفس تقريبا نفس الأشخاص اللي هم حرقوا الوفد بدأوا يطلوا من جديد، يعني مش شغلهم. يعني الحقيقة طب نتعلم من الرئيس، الرئيس دعانا عشان مصر الجديدة والجمهورية الجديدة وهنشارك كلنا ولينا برامج، ومحدش الحقيقة بيملك الصورة كاملة. يعني احنا بنتكامل، لا احد يمتلك حقيقة مطلقة طبعا يا دكتور، لا احد يمتلك حقيقة مطلقة. طيب هنا هسأل برضو سؤال يا دكتور بعد اذنك، يعني وانا بتقل عليك، لكن هل يعني طلبتم من الرئيس بعض الأمور متعلقة بالعمل السياسي، متعلقة ببرامجكم المختلفة، حضرتك المهندس حازم الأستاذ فريد إلى آخره، أبرز نقاط المناقشة ما بينكم وما بين فخامة الرئيس؟ هقول لحضرتك حاجة، أنا بالنسبة لي عرضت قعدت عليه الخطوط العريضة لبرنامجي في الانتخابي، وابتداء بإصلاح التعليم، إصلاحات تشريعية
في مهمة في رأيي. عرضت عليه إصلاح اقتصادي، وفي رأيي أنا في رأينا احنا يعني، وأن يجب أن تكون هناك مجموعة اقتصادية جديدة، مش تشكيك في المجموعة الحالية، ولكن يعني إعادة تجديد الدم وسنة الحياة هي التغيير والتجديد. الأستاذ فريد زهراني الحقيقة طرح فكرة لجان استشارية فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وأنا يعني قلت لفخامة الرئيس أنا أعقب، قلت هناك نص دستوري، نصوص دستورية المادة 175 وبعدها في الدستور تنص على الإدارة المحلية. يعني إذا كنا بنقول أن هناك حاليا في فراغ في الإدارة المحلية رغم وجود النص عليها من 2014، نفعل هذه النصوص، لكن لا نجتهد في أن احنا نقول عايزين لجان استشارية، لا، من فعل النصوص وترجع الإدارة المحلية عنصر مهم جدا في العمل التنفيذي، ودورها الرقابي على العمل التنفيذي والسلطة التنفيذية. صحيح صحيح، وكان الرئيس مبتسما واستمع الحقيقة. صحيح مما لا شك فيه. أنا أشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ويعني عسى أن نلتقي قريبا بإذن الله. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق لانتخابات الرئاسة 2024. خلونا نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. طيب ازيكم، عاملين ايه؟ خليني عايز أتكلم معاك تاني في مسألة استقبال فخامة الرئيس للمرشحين الثلاث السابقين في قصر الاتحادية، والمناقشة معاهم والاطلاع على أفكارهم، ومسألة أنه قد يكون هناك أو أنه هناك تنسيق بالفعل هيتم خلال الفترة القادمة بإذن الله مع المرشحين وسائر القوى السياسية. دلالة ده أظن أننا محتاجين أن إحنا نضع لها تحليل. خليني أخد معانا على التليفون بكل ترحيب دكتور وقام عثمان، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد. أهلا بك يا دكتور وقام. أهلا بك يا سيدي دكتور وقام. يعني دلالة استقبال الرئيس للمرشحين الثلاث في انتخابات رئاسة مصر 2024، القيادة السياسية لمصر النهاردة بتعزز مسار الإصلاح السياسي وإجراء الحياة السياسية بتعددية تهدف إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية. إذا كان سيادة الرئيس في 26 إبريل في فطار الأسرة أعلن ضرورة إقامة الحوار الوطني، وفي 16 أغسطس 2023 يستقبل توصيات الحوار الوطني، وفي أول ديسمبر 2023 نمارس ديمقراطية تشاركية. فاستقبال الرئيس النهاردة يعني المرشحين والمنافسين فده إعلان على تعاون التعددية نحو استكمال المسيرة التنموية من خلال تنمية سياسية تسطرها الدولة المصرية، بل بتدفع بها بنموذج عالمي جديد إلى ديمقراطية نابعة من متطلبات الشعب أو الشعوب زي ما احنا بنقول. أنا مش هبالغ، ولكن مع الأيام القادمة سوف تسطر مصر الهدف رقم 18 في أهداف التنمية المستدامة، وهو هدف التنمية السياسية ضرورة لاستكمال العملية التنموية. وهذا الهدف سوف يكون أيقونة رقم 18 لأهداف الأمم المتحدة، لأن وسط هذا الزخم وهذه الإرادة الشعبية والتعددية السياسية المستنيرة تستكمل مصر مشوارها لبناء التنمية وبناء الإنسان المصري في جمهوريتها الجديدة. طب دكتور وقام، هذا مشهد بالنسبة لنا في مصر غير معتاد، يعني مشهد استقبال رئيس الجمهورية أو المرشح الفائز للمرشحين الآخرين مشهد غير معتاد، ده بينظر إليه إزاي؟ يعني من وجهة النظر بتاعة أساتذة العلوم السياسية، وكيف ينظر إلى هذا المشهد من الخارج؟ هو الإصلاح السياسي، هو إصلاح سياسي واستكمار المسيرة. إذا كنا بنبحث عن ورق للسياسات العامة
من أجل الإصلاح السياسي والإصلاح الاجتماعي وغيرها من الجوانب المتعددة في التنمية. فالآن نمتلك 4 برامج رئاسية قابلة للتطبيق من خلال ورق للسياسات العامة، والكل يتعاون نحو استكمال المسيرة. هذا الأمر يؤدي إلى صورة حضارية، بل والأكثر من ذلك هي صورة لديمقراطية نابعة من الشعب المصري وليست مستوردة من الغرب. هنا بيحضرني كلمة كوندوليزا رايس لما كانت بتقول من أجل أن تنعم المنطقة بالديمقراطية لابد من الفوضى الخلاقة. الآن مصر تقول للعالم ككل من خلال هذا الاستقبال ومن خلال هذه التعددية أن من أجل أن تعم الديمقراطية لابد أن نحظى بالأمن والتنمية والاستقرار، بل والأكثر الإرادة الشعبية وتحالفها مع القيادة السياسية. هذه رسالة موجهة للغرب أو للعالم ككل. نحن نشطر إلى نموذج ديمقراطي مصري 100%. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور وئام عثمان، استاذ ورئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد. طيب قبل ما معقوله الاستاذ عماد معانا ولا لسه مش معانا؟ طيب على كل، خليني قبل ما ادخل معاك في الخبر التالي، المشهد اللي احنا شايفينه كله بالمناسبه، يعني مشهد الانتخابات ده واحد، مشهد ما بعد الانتخابات أي إعلان النتائج، مشهد النهاردة واستقبال الرئيس للمرشحين، أنا باخده كله في إطار واحد، إن مصر خلال 6 سنين اللي جاية بقدر ما هي مقبلة على، في وجهة نظري أنا، فرص قبل التحديات، لأنه المشهد الدولي أنا بظنه جاهز جداً إلى أنه يستقبل مصر باعتبارها واحدة من كبريات صناع القرار الدولي. تاني، المشهد العالمي، صناع القرار في العالم جاهزين وبشدة لاستقبال مصر كواحدة من كبريات صناع القرار الدولي. المشهد بتاعنا اللي حصل أو التحركات المصرية وكيفية إدارة الملف الفلسطيني في هذا الصراع بيقول كده. طيب ده من ناحية تانية بيستدعي ايه؟ بيستدعي انه يضل الداخل دائما متماسك، ده من ناحية، في اصطفاف، في وحدة الى اخره. بس علشان يحصل كل ده احنا محتاجين، انا مش بتكلم على فكرة تغيير، انا هنا بتكلم على فكرة طريقة اتخاذ القرارات بتاعة الحكومة. انا حتى امبارح ما كنت بتكلم مع الدكتور محمد الباز، انا حتى علقت قلت له انا اعتقد ان احنا عندنا، هو كان بيقول عايزين حكومة اكثر كفاءة، قلت له احنا الحكومة اللي عندنا فعلا حكومة في منتهى الكفاءة، هي حكومة كفء بس ليست لديها الحنكة، الحتة بتاعت السياسة دي مش موجودة. خليني الأول أخد معانا كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والخط قطع بس هرجع له مرة تانية. أنا محتاج الحنكة، في فرق ما بين الكفاءة والحنكة، هم ناس محترمين جدا وشرفة وناس عندها قدر عالي جدا من الكفاءة، بس زي ما بنقول احنا بنقول ايه، تكنوقراط مش بتوع سياسة يعني على سبيل المثال. طيب أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كاتبنا الصحفي الكبير وعضو مجلس الشيوخ ومجلس أمناء الحوار الوطني، يا دي النور يا دي النور. مساء الفل يا أستاذ يوسف. مساء السعادة كل المشاهدين العظام المحترمين. مساء السعادة أستاذ عماد. أستاذ عماد، شفت النهاردة مشهد الاتحادية إزاي؟ إيه الزوايا اللي شفت منها مشهد استقبال فخامة الرئيس للمرشحين الثلاثة؟ هو طبعا في أكثر من زاوية وأكثر من قراءة، لكن في قراءة سريعة وهو أنه ده تقليد عظيم ومهم وصورة لم نكن نراها كثيرا في السياسة المصرية وفي دول كثيرة للأمانة. في بعض الدول مشاهد الانتخابات بتنتهي بكوارث ومشاكل وخناقات وصدمات ومراكز شرطة وتشهير وعدم اعتراف بالنتائج، إلا في الدول، قلة من الدول الديمقراطية جدا العتيدة في الديمقراطية بيبقى فيه انه المهزوم بيهنئ الفائز
وبيسلم عليه والامور بتنتهي يعني. فاللي حصل ده النهارده فيه جزء مهم انه بيدي رساله قويه للجماهير وللناس ان في حاله من التقدير والاحترام لما رئيس الدوله او المرشح الفائز وهو في نفس الوقت رئيس الدوله يشيد بالمنافسين ويحييهم على ادائهم السياسي. دي اشاره مهمه للمستقبل السياسي. هنا ما بتكلمش بس على الجزء الانساني والجزء الشخصي وهو شيء مهم، لكن الجزء اللي يهمنا في كمان في للبلد لقدام ان هو في حركه سياسيه اذا استمرت بهذا الزخم اللي بدا في الانتخابات واثناء الانتخابات ثم اعلان النتيجه، من روح سياسيه قويه وتقدير للعمليه السياسيه وتقدير للمتنافسين، ده هيقود الى حاجات كثيره جيده لمصلحه البلد باكملها. وده ما يهمنا يا استاذ يوسف في المستقبل، انه كما تعلم عدد كبير من المصريين كان ينظر للسياسه باعتبارها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وان هي مجذبه للهموم وللمشاكل وبالتالي نبتعد عنها. فلما يبقى في العمليه السياسيه اللي بترشح الانتخابات بتتم عن طريق الاحزاب السياسيه، والاحزاب بتنزل وبتحتك بالناس وبتطرح برامجها وبتطرح فضائيات، هذا تطور مهم ينبغي ان نحييه ونتكلم عليه كتير عشان نرى ثماره. دي يعني الصوره اللي جاتني لما شفت هذا المشهد، الصوره مع الرئيس مع رؤساء الاحزاب الثلاثه المتنافسين والمستشار محمود فوزي، ومشهد جيد جدا ومفيد على المدى البعيد ان شاء الله. طب استاذ عماد، وانا اعلم ان شهادتك اكيد مش مجروح، بقدر ما الحوار الوطني ادى اكسجين مذهل للعمل السياسي المصري وللحركه الحزبيه المصريه، وايضا يعني المزيد من الاكسجين تحديدا للمعارضه، تعتقد انه هذا المشهد اليوم في الاتحاديه يعطي المزيد من الدفع والزخم للعمل السياسي والحزبي في مصر؟ بطبيعه الحال الاجابه نعم. انا بالفعل لم اكن والله حتى على مستوى الشخص ادرك القيمه الكامله للحوار الوطني وما فعله الا لما وصلنا للمشهد الانتخابي والرئاسه، وناس كثيره قد لا يروا ده، خصوصا بعض المتشككين طول الوقت اللي هو يعني يائس من كل شيء وعدمي في نظرته، وبالنسبه له كل شيء بلا قيمه وبلا تاثير وتمثيليه وحاجات كثيره زي كده. لما لم يكن ممكنا الوصول الى مشهد الانتخابات دي ويبقى فيه رؤساء احزاب بيشاركوا الا عبر الحوار الوطني، لانه الحوار الوطني ايه اللي عمله؟ ان خلى الناس كلها تقعد مع بعض تتكلم تتناقش تتجادل تطرح افكارها ترفع توصياتها، وده يبقى مستمر، والناس تقعد تتفاوض وتختلف على حاجه وتتفق على حاجه، وبالتالي ما كان ده المشهد يعني السنه من ابريل 2022 حينما دعا الرئيس السيسي الى الحوار الوطني لحد اخر جلسه تم تعليقها بسبب قرب الانتخابات الرئاسيه او بدء الانتخابات، كان في حركه سياسيه دائبه صعودا وهبوطا، لكن في كل الاحوال كان في يعني لقاءات ونقاشات، وبدل ما الناس كانت كل واحد في جزيره معزوله، الناس قعدت مع بعضها فضلت تناقشت، عدد اكثر من 2000 واحد طلعوا من السجون، بدا يبقى في حركه، النهر السياسه بدا يتدفق، مش كاملا بطبيعه الحال يعني احنا مش مثاليين، انا ما بتكلمش على حاجه حصلت بقول انه اللي حصل مثالي، لا، بس على الاقل افضل كتير كتير من مما كان سابقا. ودي الصوره المهمه اللي احنا ينبغي السياسيين يفكروا بيها. ما فيش حاجه في السياسه بتيجي مره واحده، مش حاجه بتيجي بالزرار، السياسه نضال سلمي مستمر، خد حاجه النهارده وفاوض بكره وحسن شروطك واشتغل واجتهد عشان تحقق. اما الاعتقاد انك قاعد في بيتك وتاخد كل حاجه، هذا لن يحدث. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا 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 استاذ عماد، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ. بالعوده للحكومه ساده، يعني انا حقيقه فعلا اثرت انه المقدمه ما تبقاش في الاول، لانه انا شايف انه المشهد اللي حصل في الاتحاديه ده اكبر واعمق واهم بكتير من اي مقدمه ممكن اتكلم فيها، بس فعلا احنا محتاجين انه اداء الحكومه يختلف بالكليه. انا في تصوري الحكومه بيحصل لها حاله من حالات البانيك لما بتحصل ازمه، يعني حصلت ازمه السكر بانيك، في النهاية خالص الأزمة اتحلت لما عرفنا إن في مشكلة وإنه في فساد ما في جزء ما وإنه طيب يلا بسرعة هنبدأ نتصرف وإلى آخره. ده كان بانيك. أزمة البصل
وزارة الزراعة هي الحقيقة اللي بدأت تشتغل على ده بالتعاون مع وزارة التموين، بس كان المفروض وزارة التموين تشتغل من بدري على ده علشان ما تحصلش الأزمة. يعني ما ينفعش أعالج الموضوع بعد ما يكبر ويتفاقم. الناس محتاجة المزيد من الطمأنة. الحكومة كفء، الحكومة كفء، الحكومة محترمة، الحكومة محترمة، مش مختلفين. بس هل الحكومة قادرة تستوعب السياسة؟ يعني ما ينفعش الناس تبقى قد كده سعيدة بالتحرك المصري فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، قد كده الناس مقبلة على الانتخابات الرئاسية ثقة منهم في الرئيس، ثقة منهم في رؤيته، ثقة محبة فيه، احتراما ليه، تقديرا لهذا الجهد، شافوا بعينيهم ما يحدث في التسع سنوات. بس تاني الناس شايفة ان الرئيس عمل كذا، الرئيس خد زمام المبادرة في كذا، الرئيس وجه بكذا، قبل كده لما حصلت القصة إياها بتاعت المخالفات البنائية و الرئيس يتدخل. اللي أنا عايز أقوله إيه، وأنا أرجو أنه الحكومة ما تبقاش متضايقة، لأنه لازم نبقى فاهمين أن احنا كلنا بنشتغل لمصلحة هذا الوطن ولأجل هذا البلد. النقد أو الطرح أو الاقتراح عمره ما كان مسبة ولا عيبة، لا فيا ولا في الطرف الذي ينتقد إطلاقا، ولا استقبال النقد معناها ضعف. يعني على سبيل المثال، تستطيع الحكومة أن تعلن مجموعة من القرارات أو تعلن قرارا واحدا متعلق بعشر سلع، عشرة مش سبعة، وأنها تحدد أسعار العشر سلع دي لمدة ثلاث شهور. تقدر، خد بالك، تقدر، حقها قانونيا، حقها دستوريا، حقها إجرائيا، حقها. الناس مستنية ده منها. طبعا 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 لازم نحدد سعر السكر، سعر البصل ده مثلا، صح؟ لازم أحدد سعر اللحمة والسمك، لازم أحدد سعر الدواجن، لازم أحدد سعر الألبان ومنتجاتها من الأجبان. أنا كل شوية ألاقي شركة تروح رفع الأسعار كده، أنا قررت أرفع أسعار كذا، أنا قررت أرفع أسعار كذا، أنا قررت أرفع أسعار كذا. طب الحكومة تقدر تعمل إيه؟ تقدر تحدد السعر لمدة ثلاث شهور. مش بس كده، مش بس كده، لو حصل معاهم بقى إن أنا ألاقي وزارة التنمية المحلية وطبعا المحافظين ويطلبوا من الداخلية اللي هي دايما جاهزة الحقيقة، الحقيقة معاونتهم، نزول كل يوم في مناطق مختلفة في 27 محافظة، كل يوم كل يوم كل يوم، اعمل كده شهر، لو الأسعار ما تعدلتش أبقى أنا فعلا ما بفهمش حاجة. لما يبقى متوسط مثلا سعر اللحوم الحمراء 350 جنيه مثلا، واروح منطقة مثلا زي الوراق فلاقيها ب 250 و260، ده معناه ايه؟ ده معناه هنا بقى محدش يجي يقول لي أصل في محافظة كذا بس لو حطينا عليها سعر النقل من المحافظة دي للمحافظة دي، بالمناسبة سعر النقل عمره ما هيرفع سعر الكيلو 100 جنيه عمره، بس في الوراق السعر 250 و260، ومستعد أجيب لك، ومستعد أروح وأصور وأوري السادة الكرام المسؤولين عن هذا الموضوع أدي الأسعار، وهصور بهيدن كاميرا، وهخلي حد من زمايلي اللي صور عشان ما يبقاش الأخ يوسف المذيع هو اللي جاء. حلو كده؟ إذن سعر اللحمة مش 350، خد بقى ده وحطه على سعر الفراخ، سعر الألبان، سعر الأجبان، سعر المنتجات بتاعت الألبان، سعر بصل، سعر سكر، إلخ إلخ إلخ. أنا محتاج حاجتين من الحكومة، أتمنى أتمنى الشهر اللي جاي ده اللي هو يناير يتعمله قرار بالعشر سلع مش بالسبعة، وكل يوم لمدة شهر يناير ما يترك مكان في أي محافظة إلا وننزل عليه ونشوف ونتأكد، وفجأة واللي يحصل منه مخالفة ده مش يضرب بيد من حديد، إن نكل بأحد لأنه خالف واستغل وضغط على الناس. خد بالك، هو مش التنكيل لأجل احنا، ده ناس بتستغل وبتاخد اللقمة من بق التعبان. طرخ والله لا تلاقي كله راح عامل كده، بس احنا ما بنعملش كده. هل احنا عندنا المحافظين والمسؤولين بينزلوا كل يوم
يتابعوا الأسواق؟ الإجابة لا. ومحدش يقول النبي يا يوسف ده أنا نزلت الأسبوع اللي فات يا فندم كل يوم، ويا فندم زيارات مفاجأة، ويا فندم في مناطق مختلفة، ويا فندم في عموم المحافظة، مش في المدينة الرئيسية، مش في عاصمة المحافظة، مش في المراكز الكبرى، خش على القرى وخش على النجوع وخش على الأسواق الشعبية وفجأة بالبلدي كده يقولك انزل غب عليهم. في 27 الدنيا تختلف، كله هيتعدل ويبقى ظبط الظبط. أنا في تصوري المتواضع أظن وليس يقين، تاني أظن أسعار أي حاجة في مصر أقدر أنزلها 25% في شهر. أبقى بعمل مبادرات كلنا واحد، وبعمل مبادرات لخفض الأسعار، ولاقي شركة مش عارف إيه بترفع لي الأسعار، وشركة مش عارف إيه، النهاردة شركتين قرروا رفع أسعارهم، أسعار منتجاتهم يعني. هو إحنا بنخفف على الناس ولا بنمارس المزيد من الضغط؟ ده شيء مش مفهوم. واحد طول الوقت يفخر بيساريته، أي انحيازه للطبقات الأقل حظاً. يشوف الوضع ده وما يقعدش يفكر فيه كتير وماليا. طيب يوسف بنقول كده النهارده ليه؟ اقول لك لانه الناس مستنيه هذه الانفراجه. الناس مبسوطه باللي حصل في الانتخابات، الناس انتخبت الرئيس، بتتكلم تقريبا في حوالي 40 مليون بني ادم راحوا انتخبوا فخامه الرئيس. الناس حباه، محترماه، واثقه فيه. لا يجب انه الحكومه ساعتها بقى تتعامل بنفس الطريقه، هي يا جماعه دي سياسه، يا جماعه دي سياسه. تكنوقراط على عيني وعلى راسي، كفء على عيني وعلى راسي، محترمين على عيني وعلى راسي، شرفاء على عيني وعلى راسي، شالوا البلد في اوقات شديده الصعوبه على عيني وعلى راسي جدا قوي خالص، ده جوه عيني من جوه. والله بتكلم بامانه، مش بقول لك كلمات للمجامله وللتلطف، بس الاداء لازم يختلف. اداء المتابعه وننزل ونضرب بايد من حديد. القرار يا سادة يا كرام، يا حكومتنا العظيمة الرائعة، قرار بتحديد أسعار 10 سلع. أنا عارف قريت بعض الأخبار النهاردة تتحدث عن قرار قريب بتحديد أسعار 7، نزود عليهم 3 من فضلكم. لحمة، فراخ، ألبان ومنتجاتها. والله لا تلاقي الناس بتزغرط من الشبابيك. ضمام. لو احنا شايفين ان دي مش سياسة يبقى عندنا مشكلة، لا دي سياسة، ده قلب السياسة. طيب تعالى ننتقل لموضوع اخر، وهو استقبال فخامة الرئيس لوزير الدفاع اليوناني. يا ترى هل ترى ليه؟ معانا على التليفون دكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدولية. اهلا بيك يا دكتور حامد. اهلا بك يا معالي النائب، نشاطركم الافراح. الف مليون مبروك لمصر يا فندم، مظهر حضاري يعني يشرف كل المصريين. والله دكتور حامد، زيارة وزير الدفاع اليوناني واستقبال الرئيس لوزير الدفاع بيأتي كمان في مرحلة شديدة القلق، شديدة الحرج زي ما بيتقال، وإحنا مجموعة شرق المتوسط أيضا كما يعني سبق ووضعها وسنها فخامة الرئيس عن طريق منتدى شرق المتوسط. في رأيك هذه الزيارة إيه سببها؟ إيه سرها؟ إيه دلالتها؟ طبعا هذه الزيارة هي زيارة مهمة جدا من حيث التوقيت، على اعتبار أن هناك تهديدات حقيقية للأمن القومي المصري، وباعتبار مصر جزء لا يتجزأ، بل هي الركيزة الأساسية لمنتدى غير شرق المتوسط، وهناك علاقات قوية ورسخة بين الجانبين المصري واليوناني على كافة المحاور وعلى كافة الاتجاهات، وأيضا هناك تطابق وتوافق في الرؤى بين مصر واليونان في القضية الفلسطينية، باعتبارها هي الحدث الأبرز التي تهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي هي رسالة واضحة من أن هناك تنسيق وتشاور وتوافق فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين، رفض التهجير القسري لأهالينا في قطاع غزة، في ظل أن هذه التحديات تحتاج إلى موقف دولي قوي، والدولة المصرية منذ اليوم الأول تحركت وبشكل كبير ونجحت في إعادة التوازن مرة أخرى للقضية الفلسطينية والموقف الدولي الذي كان يرى دائما بالازدواجية وبعين الأعور، وبالتالي الدولة المصرية
سعت وبكل قوة إلى توحيد وحشد المجتمع الدولي في اتجاه مخططات دولة إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية أو حتى تصفيتها على حساب الدولة المصرية، وهو ما ترفضه بشكل واضح الدولة المصرية، لأن كان في تحركات واضحة منذ اللحظة الأولى تحولت بموجبها القاهرة لقبلة الزعماء والقادة الدوليين. والموقف الأوروبي الآن يا معالي النائب بدأ يخرج بشكل واضح خارج العباءة الأمريكية، وبدأ يظهر موقف واضح وقوي في الفترة الأخيرة. يعني شاهدنا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وده نتيجة يعني مشروع عربي، نتيجة اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، ووافق أكثر من 153 دولة، وبالتالي توحيد المواقف الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح، وضد ما تحاول أن تنفذه على واقع الأرض. طيب ده شيء مهم جدا. ده خليني يمكن في النقطة دي تحديدا يا دكتور حامد أسأل، الموقف يزداد اشتعالا، يزداد تشابكا، الاحتلال الصهيوني لازال مستمر في مجازره، لازال مستمر في قصف المربعات السكنية، بل وجرف بعض الأنباء عن جرف للمصابين في المستشفيات ودفنهم أحياء، وأحيانا قنص لمرضى يهربون من المستشفيات بسبب قصف المستشفيات نفسها. فالموقف عمال بيزداد احتقانا. هل العالم مستعد لفوضى في المنطقة؟ يعني هتكون فاتورة اللي بيحدث في قطاع غزة كبيرة جدا على كل دول العالم، لأن ما يحدث في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هي جرائم مكتملة الأرقام، جرائم إبادة جماعية. يعني كان في بالأمس جريمة يعني الأصعب، لا تقل عما حدث في المستشفى المعمداني، لا تقل عما حدث في مستشفى الشفاء، ولكن هي أصعب من ذلك بكثير، لأن الجرافات الإسرائيلية وطبقا لما يقال من وسائل الإعلام تقوم بدفن المواطنين أحياء وجرفهم بالجرافات، صحيح، وأن يقوموا بالسير عليهم بشكل واضح. وده يؤكد على أن هناك خطة ممنهجة من دولة الاحتلال الإسرائيلي، أولا يعني رفض مخطط التهجير، لأن في ضغط دولي حقيقي من كل دول العالم لكي لا تسير إسرائيل في هذا المخطط العدواني، ولكنها تحولت إسرائيل إلى خطة بديلة، وهي خطة احتلال شمال قطاع غزة أو محاولة إقامة منطقة عازلة بطول من 3 إلى 4 كيلو متر، وأيضا يرفض المجتمع الدولي. ولكن الرفض هنا يصطدم بالإدارة الأمريكية وبالرئيس بايدن اللي بيعطي الحماية الدبلوماسية الواضحة، لأن احنا شاهدنا يعني آخر قرار لمجلس الأمن كان فيه احنا بنتحدث عن 15 دولة، 13 دولة وافقت، حتى بريطانيا امتنعت عن التصويت يا سيادة النائب، والوحيدة اللي رفضت وقت إطلاق النار يعني بمعنى منع الحرب ومنع إبادة المدنيين هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي والآن بريطانيا يعني أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة هي الخاسر الأكبر من استمرار التصعيد الإسرائيلي بشكل واضح، وبالأخص إدارة بايدن، وأرى أن بايدن بهذه السياسات يكون قد خسر الانتخابات الأمريكية حتى قبل أن تبدأ. خاسر. فأنا خليني الأول أشكرك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. على ذكر بريطانيا يا سادة، أنا من الناس اللي بتشوف أن بريطانيا بتدير المشهد الدولي، عارف أنت كده من الكواليس يعني الكبيرة بتاعت الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية تقف في الصدارة ليس إلا، لكن لما تلاقي أن النهاردة الموقف البريطاني ينتقل إلى مربع آخر وهو مربع دعم إنهاء الحرب في غزة، إذن توقع هنا لازم تتوقع اختلاف في الموقف الأمريكي. البريطانيين لو عندهم نية صادقة حقيقية بقرار لإنهاء الحرب هيوقفوا الحرب، لأنه بمنتهى البساطة هيوشوش الأمريكان صوت لإنهاء الحرب، كلم أصحابك كلهم يوقفوا الحرب. ده الموقف البريطاني الحالي، هنناقشه ولكن بعد الفاصل. ازي حضراتكم؟ كله تمام. بصوا يا جماعة، أنا بشوف البرنامج ده دايما في إطار إنه ده برنامج كل المصريين، ده مش برنامج طبقة محددة ولا برنامج فئة معينة ولا برنامج للمثقفين والنخبة ولا برنامج العامة، ده برنامج لكل مصر، ده اللي أنا أفهمه. وعليه إحنا بنحاول قدر الاستطاعة نجيب لك كل شيء ممكن يكون بيجول في بالك
أي شيء، حاجات ممكن تبقى في السياسة أنا عارف أنك بتتكلم فيها لازم تيجي لحد حضرتك، حاجات متعلقة بالعيشة والعيش وبالأكل وبالشرب وبأكلنا وشربنا ولقمة عيشنا لازم أجيبها لك، حاجات متعلقة بالأوضاع الدولية وعلاقة مصر بيها لازم أجيبها لك، حاجات متعلقة بسد النهضة لازم أقول لك. طيب اللي حصل هو الآتي، كان في الاجتماع اسمه الاجتماع الرابع، وبالمناسبة ده الاجتماع الأخير من مفاوضات أو مسار مفاوضات سد النهضة. اللي حصل هو الآتي، انتهت الاجتماعات دون الوصول لأي نتيجة. وزير الري قال إيه؟ قال إن إثيوبيا، تاني ركز معايا، وزير الري بجمهورية مصر العربية قال إيه؟ قال إثيوبيا مستمرة في الرفض بالأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية والوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاثة. الدول الثلاثة هنا يا سادة هي إثيوبيا والسودان ومصر. طيب بيكمل وزير الري وبيقول إثيوبيا تستغل الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض والحصول على موافقة بالتحكم في النيل الأزرق. الله الله. طيب أكمل لك وزير الري بيقول إيه؟ مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي. وهنا تنتهي تصريحات وزير الري بعد انتهاء الاجتماع الرابع أو الجولة الرابعة من مسار مفاوضات سد النهضة. مش هقولك وهنا أسكت قليلا، وهنا أسكت كثيرا وأراقب عن كثب بصفتي الصحفية. تعال بقى نروح للولايات المتحدة، وإحنا يمكن هاخدك للمرة 10,000 إلى تصريحات الرئيس اللي حذر فيها وقال يا جماعة احذروا اتساع رقعة الصراع، اللي بتعمله إسرائيل هيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، هذا الصراع إن اتسع فهياخد المنطقة في مرحلة شديدة الفوضوية. هتلاقي إنه الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تشكيل تحالف دولي، وكلمة تحالف دولي دي من الكلمات التي لا أحبها على الإطلاق عندما تتعلق بالمنطقة بتاعتنا خالص، لا أحب أكاد أكرهها. فقال لك تعلن تحالف تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي اللي هي جماعة أنصار الله في البحر الأحمر. لازم نفهم ده بكل دقة، وهنا كل الترحيب بضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، اهلا سياده النائب، اتفضل. ازي حضرتك؟ احنا كنت ببدا المقدمه بانه طالما حذر الرئيس من اتساع رقعه الصراع وانه ده هيؤدي الى حاله فوضويه في المنطقه، وشفنا اللي عملته جماعه انصار الله او مجموعه عبد الملك الحوثي في البحر الاحمر، مما ادى الى انه الامريكان تم استفزازهم او استنفارهم فاعلنوا تشكيل تحالف دولي للتصدي لجماعه انصار الله. بتشوف المشهد ده ازاي؟ ومعنى التصريحات الامريكيه ايه؟ يعني هتودينا لحد فين؟ ايه اللي هيحصل في البحر الاحمر؟ يعني خلينا اقول انه طبعا التحالف اعلن حضرتك في زياره وزير الدفاع الامريكي لاسرائيل، ومن هناك اطلق هذه الدعوه، وهي دعوه بطبيعه الحال تحتاج الى مراجعه وتحتاج الى تفنيد لما تستهدفه الولايات المتحده في هذا التوقيت من انشاء هذا التحالف بهذه الصوره. انت لديك قوه مركزيه امريكيه كما تعلم سياده النائب تعمل في الشرق الأوسط، وتحتيها القوة المشتركة البحرية، وتحتيها ما يعرف باسم القوة 153. كل هذه التحالفات دي موجودة، والتحالفات بتعمل، والتحالفات لها دور في منطقة الشرق الأوسط. أما وإن اتجهت الإدارة الأمريكية تشكيل هذا التحالف الذي لم يضم حتى الآن دول عربية وازنة، ولم تتحرك أي دولة عربية تشارك فيه بصورة أو بأخرى، وبالتالي هنا السؤال هي موجهة إلى أي طرف؟ هل هي موجهة بالفعل إلى ميليشيات الحوثي أم لها دور آخر في هذه المنطقة التي لا تحتمل الأنصاف حلول أو أشباه خيارات؟ لأنه بطبيعة الحال هذا التحالف اللي بتعلنه الولايات المتحدة بيشير علامات استفهام حول طبيعة دوره ومهامه وعلاقته به
بما أشرت إليه سواء القوى المشتركة أو القوى 153 وأيضا المهام المتعلقة بالقوى المركزية الأمريكية لأن الجميع يعمل تحت هذا اللواء يعني يعمل تحت قيادة القوى المركزية الأمريكية وبطبيعة الحال كما تعلم مركزها في منطقة البحر وبالتالي هي لديها إمكانيات وقدرات كبيرة اليوم بتشكل هذه القوى طبعا نواة لعمل ما يجري تخطيطه أمريكيا يعني الحديث عن عدم بطبيعة الحال دخول إسرائيل على سبيل المثال يعني علامات استفهام تثار حول طبيعة الدور الإسرائيلي المحتمل وهل هو موجه طبعا لما تم طبعا ارتدادات حرب غزة وإطلاق الصواريخ على إيلات على سبيل المثال أم أنه له علاقة أيضا بتأمين الملاحة في منطقة مضيق ذات المندب ارتدادات جنوب البحر الأحمر مناطق التماس النطاقات الاستراتيجية حضرتك كابتن كل دي أسئلة بطبيعة الحال تحتاج إلى إجابة حتى الآن الولايات المتحدة بتعلن تشكيل هذا التحالف في توقيت له دلالته من حيث التوقيت ومن حيث الأهمية يعني كل التجارب السابقة ثبت أنها بطبيعة الحال بتصير طبعا طبيعة للدور الأمريكي سواء كان الوحدات السابقة العاملة في منطقة الشرق الأوسط خصوصا وحضرتك تعلم أنه الولايات المتحدة وإدارة هذا الرئيس الأمريكي كانت قد عزفت عن التدخل في منطقة الشرق الأوسط في مراحل معينة إلى أن جاءت حرب غزة فانخرطت الولايات المتحدة في التواجد في الشرق الأوسط أنا أظن أنه المخاطر والتحديات والتهديدات طبعا بطبيعة الحال يعني إطلاقها من إسرائيل تثير جملة من التساؤلات المهمة وجزء منها مرتبط بترتيبات أمنية تجري في المنطقة الولايات المتحدة بتقوم الآن بإعادة ترتيبات أمنية في منطقة الشرق الأوسط في مناطق التماس الاستراتيجية من امتدادات شرق المتوسط إلى المناطق المتماسة اللي فيها مخاطر وتهديدات وحضرتك تذكر أنه إعلان التحالف البحري كان موجه في مراحل معينة بعد اعتراض طبعا النقلات الخاصة أيام الحرس الثوري ده كان في نوفمبر 2019 ثم ثلاثة تطوير دور ومهام القوى المشتركة ثم طبعا القوة 153 أمها وإحنا تولينا رئاستها فترة ثم سلمناها للولايات المتحدة بعد ذلك. طب دكتور في تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بقى حضرتك بالمهام بالأولويات بالترتيبات الأمنية الجارية في منطقة الشرق الأوسط. طب أنا عايز أتمنى وإحنا طبعا بطبيعة الحال لدينا عشرات التحفظات على مثل هذه التحالفات وتوقيتها وتشكيلها وأهدافها العاملة الآن في منطقة الشرق الأوسط ممتاز. في منطقة جنوب البحر الأحمر ممتاز. دكتور طارق طيب هنا دكتور طارق في عندي حاجتين مهمين انا محتاج افهمهم فعلا. اول حاجه هي مساله اللي حضرتك اشرت اليها هي انه اطلاق هذا الاعلان ياتي في ظل الزياره لاسرائيل يعني يعلن عن تحالف دولي وهو في اسرائيل ادي واحد. اتنين انه هو المهمه تحديدا ايه يعني او بالادق جزء من التحالف ان تبقى في اسرائيل يعني الامريكان عاوزين الاسرائيليين يضربوا اليمن ده سؤال مهم. وهل هنا المجموعة العربية هتقف متفرجة أنا بتكلم على الجامعة بكل ما فيها من أعضاء ودولها وعواصم القرار وكل الكلام الحلو ده هيقفوا ويتفرجوا على الأمريكان والإسرائيليين بيضربوا اليمن بزريعة إنه أصل إحنا بنضرب مجموعة جماعة أنصار الله وعبد الملك الحوثي ثم إنه في حاجة تانية هي مسألة الأساس في الموضوع هو اللي بتقوم بإسرائيل مش عبد الملك الحوثي يعني عبد الملك الحوثي استهدف مجموعة من المراكب مركبة أو اتنين أو عشرة بسبب اللي بتعمله إسرائيل فيبقى الصح إن أنا أوقف إسرائيل مش هروح أضرب اليمن يعني أتفق مع حضرتك شفت النائب في كل ما ذكرته بالتأكيد طبعا لكن هو في نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها هو الإعلان من إسرائيل هو رسالة تطمينات لإسرائيل يعني في الأساس أنه يعلن على هذا التحالف في إسرائيل هو ليس إجراء شكليا لكنه رسالة أنا لإسرائيل فيما سيجري من تهديدات التهديدات وصلت إلى إيلات وإيلات كما تعلم مجرد مدينة هي فيها ميناء تجاري فيها ميناء عسكري فبالتالي الاستهداف هنا أيا كان شكل الاستهداف في إطلاق الصواريخ أو غيره النقطة الثانية هل هي ستكون هذه القوة وهذا التحالف في مهام دفاعية أم مهام استباقية يعني هجومية إذا تم تكريس هذا المفهوم نستطيع أن ندرك بطبيعة الحال إنه ده يأتي في إطار كما أشرت لحضرتك الدفاع عن أمن إسرائيل توفير الحماية الأمنية لإسرائيل من أي تداعيات بصورة أو بأخرى
وطبعا تأمين النطاقات الاستراتيجية ليها. القضية مش مجرد يعني التعامل في منطقة جنوب البحر الأحمر والملاحة البحرية وغيرها من الأمور التي أعلنتها الإدارة الأمريكية. هناك خطاب معلن وخطاب غير معلن. الخطاب غير معلن هو الاستهداف أنه تأمين إسرائيل بالأساس، وطبعا محاولة لخلط الأوراق كما أشرت حضرتك. الأهم الآن هو إيقاف ما تقوم به إسرائيل من أعمال وفي قطاع غزة، لكن ارتدادات ما يجري الآن هي أمور شكلية وفرعية ربما يتم التعامل معها. ولهذا أنا يعني أرى أنه عدم دخول أي دولة عربية في هذا التحالف حتى الآن، وعدم إعلان أي دولة عربية يأتي في سياقه. نحن نتحدث عن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل بهذه الصورة. لا توجد دولة عربية أعلنت بالمناسبة دعمها وإعلانها لدخول هذا التحالف. هذا الأمر يؤكد أن احنا مقتنعين بإجراءاتنا، لكن زي ما قلت لحضرتك هذه الترتيبات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط في مناطق التماس وفي النطاقات الاستراتيجية تؤثر بطبيعة الحال على الأمن القومي العربي، وسيكون لها تأثيرات كبيرة. والقضية مش تأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر أو في امتداداتها لمنطقة القرن الإفريقي وأيضا طبعا في المناطق المتماسة الأخرى، لكن بالعكس هذه الترتيبات الأمنية توفر لإسرائيل أمان بصورة أو بأخرى. وطبيعة الحال كما تعلم وكما أشرت أنه جزء منها هو مرتبط بالمهام الكبيرة للقوى المركزية الأمريكية العاملة في المنطقة، واللي عيد تشكيلها أكثر من مرة وفيها مهام مشتركة وفيها مهام كبيرة. وإسرائيل بتتمتع بعضوية القوى المركزية الأمريكية، والولايات المتحدة بتديها صفات للدولة الأكثر عذرا ورعاية من خارج نطاق دول حلف ناتو. بالتالي هي بتتمتع إسرائيل بالترتيبات الأمنية أصلا من القوى المركزية والقوى المشتركة الأمريكية، بصرف النظر بقى عن انضمام إسرائيل لهذا التحالف أو عدم انضمامها. نحن يعني نشير لهذا أنه إسرائيل بتتمتع بكل هذه الإجراءات والتدابير الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة حينما تعلن هذا وعن وزير بصحة من قلب إسرائيل هذا الأمر، طبعا زي ما قلت لحضرتك هو مظلة داعمة لأمن إسرائيل وتحريضها على الاستمرار في أعمالها العدوانية تجاه قطاع غزة حتى الآن. طبعا في ترتيبات أمنية ستجرى في القطاع وستجرى في مناطق أخرى، بالتالي في ترتيبات إسرائيل تريد أن تكون جزء من الحماية الأمريكية اللي بتوفر لها كل هذه الأمور. أشكرك جدا يا دكتور طارق، كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. الخلاصة يا سادة كرام، الأمريكان هيتعاونوا مع الإسرائيليين، بيعملوا تحالف تم إطلاقه أو إعلانه بالفعل بذريعة ضرب عبد الملك الحوثي أو ميليشيات الحوثيين أنصار الله، سمي زي ما تسمي. السؤال بقى هو مين اللي يضمن أن هذه الضربات لن تطال سوى ميليشيات أنصار الله؟ ده واحد. اثنين، وجود قوات دولية ولا تحالف دولي بقيادة أمريكية وبمشاركة إسرائيلية في البحر الأحمر للقيام بعمليات عسكرية، ده أمر أنا أظنه غير مقبول على الإطلاق، أظنه ذلك غير مقبول على الإطلاق، بل هو داهم الخطورة، لأنه هيشعل فتيل لصراع أكثر اتساعا مما هو عليه الآن. يعني لو الأمريكان متصورين أن هم كده هيأمنوا البحر الأحمر وهيأمنوا حركة التجارة وأنه خلصت لحد كده، لا، المسألة هتتفاقم أكثر من كده، أكثر من ذلك بكتير. ومحدش يظن أنه الأمريكان يعني هم إيه جهبزة عبقرة السياسة، كل المناطق اللي الأمريكان دخلوا فيها خرجوا منها مهزومين مدحورين، ده واحد. اتنين، تسببوا في أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية لا حد لها، لا حد لها، ده فعلا. طيب يجي بعد كده حاجة تانية، فين الروت كوز؟ السبب الجذري، السبب الجذري هو الوحشية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الملك الحوثي ولا مجموعته أنا مش معاهم خالص، لكن اللي بتكلم فيه هو الآتي، ما عملوش كده غير بسبب الوحشية الإسرائيلية. يبقى أنا بعالج مين؟ بعالج السبب الجذري، يبقى أنا وقف الحرب. فساعتها عبد الملك الحوثي ومجموعته يتراجعوا خلاص، شكرا. يتم التعامل معهم بقى ازاي بعد كده؟ دي مش قصتي أنا، يهمني أن البحر الأحمر يبقى آمن، المرور في قناة السويس يبقى فل الفل، ده اللي يهمني. ده أنا لو بتكلم عن النطاق الضيق، النطاق الأكثر اتساعا هو القضية المركزية، وقف الحرب، ده الأساس. لكن أنا سايب كل المشهد
ورايح اقول ايه احنا هنعمل تحالف عشان نضرب عبد الملك الحوثي. وبعدين سؤال يعني امريكا عايزه تعمل تحالف عشان تقف قدام ميليشيات وانتم مش اجمد ناس مفتوات العالم ورئيس مجلس اداره العالم وامريكا راحت وامريكا جت والجيش الامريكي وال طيب يعني لو امريكا لوحدها انت هتبقى مبسوط؟ لا مش مبسوط. المزيد من التدخل الامريكي في المنطقه اصبح الحقيقه شديد الاستفزاز وبيزيد. لكن في شيء اخر، في شيء اخر، مصر واضحه جدا في مواقفها. فين بقيه الدول العربيه؟ فين الموقف العربي؟ ايه؟ انا عايز اسمع تصريح، عايز اشوف، عايز الاقي تحرك. يا جماعه البحر الاحمر ده بحيره تكاد تكون عربيه. عادي يوسف البحار هي ممر صح صح، لكن انا هسمح بتحالف امريكي اسرائيلي لضرب اليمن؟ يعني اسرائيل تبقى بتضرب فلسطين وبتضرب اليمن بذريعه عبد الملك الحوثي؟ ما هو اسرائيل بتضرب في فلسطين اصل انا بضرب حماس، وهتنزل تضرب لي اليمن اصل انا بضرب عبد الملك الحوثي. ها واللي بعده هنروح فين كمان؟ نروح نضرب بيروت لا قدر الله بذريعه، اصل انا بضرب حزب الله. ها وايه اللي بعده؟ اروح اضرب بغداد بذريعه اصل فيه مش عارف ايه. ها واللي بعده؟ في كده جملة لطيفة يقول لك أكلت يوم أكل الثور الأبيض، إن أكلت فلسطين هيتاكل بقية العرب، لا أحد في مأمن، لا أحد في مأمن. لو مفيش تحرك عربي واحد واضح لا أحد في مأمن. يا جماعة اسمعوا كلام رئيس جمهورية مصر العربية، بالأساس دي شغلته، بالأساس هو رجل استخبارات، بالأساس هو مدير أكبر جهاز استخبارات كان في المنطقة، أكبر جهاز استخبارات عسكرية في المنطقة. شغلته هو شايف، شغلته الله. ثم إنه هو رئيس أكبر دولة موجودة في المنطقة، أقوى دولة موجودة في المنطقة، فبقى كمان نظرته أكثر اتساعا. حذر من ده، بقالنا قد إيه داخلين تقريبا على 75 يوم. موقف عربي واحد وموحد وواضح. فاصل وهنكمل الكلام علشان نشوف بعد استكمال الاستحقاق الانتخابي يا سادة يا كرام ما هي الملفات المطروحة على طاولة الرئيس. استنونا. أهلا وسهلا بحضراتكم. احنا اتفقنا على انه احنا فقرتنا دي عايزين انه تم استكمال الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق الدستوري، والحمد لله والشكر لله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 24 إلى 2030 إن شاء الله. بالتأكيد هناك عشرات الملفات على طاولة الرئيس ما بين الملفات الخارجية والملفات الداخلية. خلوني أرحب بضيوف الأعزاء داخل الاستوديو، أستاذ محمد صبري الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، منور. منور حضرتك، شكرا جدا. كله تمام؟ ايضا الاستاذ مصطفى عبد الله الباحث المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه برنامج السياسات العامه، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازاي الحال؟ هرجع على زي ما نقول كده اقول لك عضو اليمين. الملفات الملقاه او الموجوده على طاوله الرئيس خلال الست سنوات القادمه، نبدا باي الملفات؟ نبتدي بالملف الاقتصادي. قول لي. من الناحيه الاقتصاديه طبعا العالم كله بيواجه الأزمات المتتالية أو التحديات المتتالية نتيجة الحروب، تمام. بدأناها بالحرب الروسية الأوكرانية، قبلها طبعا كان في وباء، قبلها كان في وباء كورونا، بس الحروب اشتدت قوي خلال الفترة الماضية، خصوصا
ان الحروب البارده بتاخد سنين، كورونا قعد سنه، بعد كده قدرنا يعني نلاقي له علاج والحمد لله تداعياته خفت بعديها. لكن للاسف الحروب البارده بالذات بتبقى صعبه قوي تداعياتها لانها بتستمر لفترات طويله، وكانت بدايتها من الحرب الروسيه الاوكرانيه، بعد كده دلوقتي الحرب اللي في غزه، تمام، اللي على طول تداعياتها الاقتصاديه بتلقي بظلالها على جميع العالم، ومن بينهم يعني الدوله المصريه. فده اهم تحدي، كيف ستتعامل الحكومه مع تلك التداعيات. طبعا اول تداعي كان قطاع السياحه اللي انخفض بنسبه 5%، تمام، خلال الشهر الماضي، فدي تعتبر نسبه ضئيله، ده بسبب الحرب في فلسطين، في الحرب في فلسطين نسبه ضئيله، لكنها تعد انذار لينا، وبالذات ان احنا عندنا هدف وهو 15 مليون سائح، فده يخلينا نبعد عن اهدافنا حتى لو نسبه ضئيله، بس هو جرس انذار لينا. نجحنا خلال الفتره الماضيه في ان احنا نقلل التضخم في مصر، وقل ب1% خلال الشهر الماضي، ولكن نحن نأمل برضو ان احنا نستمر في الانخفاض في معدلات التضخم، خصوصا ان احنا في معدل البطالة كنا في 2013-2014 وصلنا 13%، حاليا احنا وصلين ل7%. يعني في خلال الفترة الماضية احنا قدرنا نقلل معدل البطالة ب50%، فاحنا عايزين برضو معدل التضخم نوصله معدلات قليلة جدا، ونقدر برضو نوصل يعني قرب هذه المعدل. برضو عندنا الاحتياط النقدي، الاحتياط النقدي بيتباطأ النمو، طبعا ده كان ده حاليا الشغل الشاغل اصلا للحكومة المصرية بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فده حاجة مهمة جدا. بيزيد، بس احنا محتاجين زيادة اكتر، نحن نطمع في زيادات اكبر برضه في يعني في ملف الاحتياط النقدي. تخرج الدوله وتعزيز القطاع الخاص، وده ملف مهم جدا، الدوله بداته بوثيقه ملكيه الدوله، وحاليا يعني الدوله واضحه جدا في جديتها ان هي عايزه تتخرج وتعزز من دور القطاع الخاص، فدي ملفات مهمه جدا يجب الاخذ النظر فيها، تمام، ويجب الأخذ في الاعتبار ان في تداعيات ممكن يعني تحصل في اي وقت نتيجة لتلك الحروب. تلك الحروب يعني خلت العالم كله بيستعد لاي تداعي اقتصادي في اي وقت. طيب يعني يمكن انا حتى كنت لسه بتكلم على مسألة اعلان امريكا لتشكيل تحالف دولي، يعني انا كمان اصبحت عندي شغلانة جديدة هتحصل في البحر الاحمر، لا قدر الله، اتمنى انها ما تحصلش ويتم اشعال فتيل ازمة جديدة في البحر الاحمر. وانا هرجع لأستاذ مصطفى، هل بتتفق على نفس ذات الملفات، ولا انه من خلال ملفك الرئيسي لديك ايضا مجموعة اخرى من التوصيات؟ الحقيقة يعني أستاذ محمد زميلي هو بس فتح الباب لحاجات أكتر بكتير. يعني طبعا الملف الاقتصادي هو يعتبر من أهم الملفات المطروحة على الساحة، لكن هو مش كل شيء. الدولة المصرية طبعا في الفترة دي احنا في مرحلة ما بين التنمية والتعمير، وما بين مواجهة أزمات في كتير منها مفروض علينا سواء إقليميا أو دوليا. الاستحقاق الرئاسي اللي الحمد لله أتممناه بنجاح وبشهادة العديد من الجهات الدولية هو داعم للدولة المصرية في خلال الفترة اللي جاية. أول حاجة من التحديات دي هو تحدي القائم على حدودنا الشرعية في غزة والحرب الغاشمة اللي بيواجهها إخواتنا في قطاع غزة. كون الانتخابات نفسها ظهرت بهذا المعدل والنسبة الكبيرة جدا من المشاركة، ده تدعيم وتقوية لشرعية الدولة في المطالبة بحق الدولة المصرية في ضمان أمنها القومي، وكمان المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة اللي هي قضية فلسطين. مصر طبعا هي من أكبر الدول أو أكبر الدول المطالبة ومناصرة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، يعني في خمسينات القرن الماضي، ومصر كانت متحملة المسؤولية بشكل كبير جدا جدا، سواء في عدد من الحروب حتى منتصف السبعينات، ثم بعد ذلك المرحلة اللي تبعتها هي مرحلة السلم أو مرحلة السلام اللي احنا بنحاول نطالب بيها على أساس نقدر نقول أسس الشرعية الدولية والاتفاقات اللي تمت
ونقدر نقول المقررات اللي العالم كله توافق عليها. في محاولة خبيثة جدا للانقلاب على هذه المقررات وعلى هذه الاتفاقات الدولية، ومحاولة لتهجير الشعب الفلسطيني الموجود في غزة إلى مصر. مصر تصدت بشكل حازم وحاسم جدا، اتضح في كثير من المواقف، شفنا ده في تصريحات السيد الرئيس في استاد القاهرة، شفنا التصريحات دي اتكررت وبشكل قوي جدا في الخطاب اللي تلا إعلان نتيجة الانتخابات، جه في صدر الخطاب، وده ليه؟ لأن القيادة السياسية بتركز على أن دي أهم نقدر نقول أزمة موجودة في المرحلة الراهنة، على أساس نقدر نقول دي قصيرة المدى، قصيرة المدى، ولكن إن لم تدار بشكل سليم فهي لها تأثيرات بعيدة المدى على الدولة المصرية وعلى المنطقة العربية بشكل عام. بخلاف كده إحنا عندنا تحدي إكمال مشاريع التنمية والتعمير. المشاريع ابتدت نقدر نقول من 10 سنين دخلت في كل قطاعات الدولة بعد نقدر نقول تراخي عقود طويلة جدا من الإهمال التنموي في الدولة المصرية. شفنا نقدر نقول حالة بعث جديدة لكل الملفات في مصر، ده لازم يتكمل في الفترة اللي جاية. بخلاف كده الدولة المصرية إلى جانب التصدي للمخطط الخبيث ضد القضية الفلسطينية، وإلى جانب إكمال المشروع الوطني الداخلي، كمان في تحديات إقليمية محيطة بينا. إحنا شايفين الوضع في ليبيا منذ 2011 لازال غير مستقر، الوضع في السودان تأزم جدا منذ إبريل، مصر في حزام ناري، والحزام الناري ده يعني نقدر نقول هو التحدي الأكبر في الفترة اللي جاية، في الفترة الرئاسية اللي جاية أمام السيد الرئيس. إذا لم تستقر السودان فده عمق، ده العمق الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي لمصر. ليبيا برضو العمق الاستراتيجي لمصر. نقدر نقول برضو أن التحركات، وحضرتك لسه أشرت ليها، وجود حالة توتر في البحر الأحمر، وإعادة بعث فاعلين من غير الدول لصالح دول أخرى بتحاول أنها تعبث في المنطقة لمصالحها، وتعطيل حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، دي كلها تحديات نقدر نقول أنها بعد ما كانت ابتدت تخفض في الفترة اللي فاتت ترجع تاني. برضه نقدر نقول ان لازالت ليبيا الشقيقه، ولازالت سوريا هي من حواضن الارهاب. الارهاب ده اللي هو كان اطلع علينا واحنا قدرنا نهزمه، لكن ظهوره في بقع قريبه مننا برضه ده مصدر قلق وتوتر، مش لمصر بس، لكل دول المنطقه، ولازم نشتغل عليه بشكل حاسم وقوي جدا جدا. اقدر اقول ان جمله من التحديات وبرضه جمله من الفرص، الفرص كتيرة جدا أمام مصر. يعني إحنا نقدر نقول عبرنا مراحل صعبة، كان فترة مليئة بالأزمات الفترة اللي فاتت، بنحاول نعديها أزمة بشكل نقدر نقول هادئ، بشكل نقدر نقول رصين، بحيث إن إحنا ما نبقاش يعني الأزمات تقدر تسيطر علينا، لا، إحنا بنحاول إن إحنا نتغلب على الأزمات. في بتبقى في أزمات قوية جدا وصعبة، لكن بنحاول نعالجها بشكل هادئ مستمر. طيب ده هنا هيخليني اروح لاستاذ محمد صبري. الازمه بتاعه التضخم، بقدر ما انه الازمه الاقتصاديه هي ازمه مستورده وتضخم مستورد، الا انه بالقطع انا اكيد عندي فرص لعلاج هذا التضخم. يعني انا لما انزل بمعدل البطاله تقريبا النص، ده معناه ان انا عندي قدره شرائيه اوسع ومعدل انتاج اكبر، ومن ثم يقدر بشكل أو بآخر يتغلب على ارتفاع معدلات التضخم. السؤال بقى، توصياتكم إيه في مسألة علاج هذا التضخم؟ خصوصا الحرب في أوكرانيا هديت شوية، غالبا هديت بسبب الحرب في فلسطين. هو في فرص كتيرة حاليا إن احنا بنحاول يعني، أو بتحاول الحكومة المصرية عملها، وفعلا إن احنا بنحاول يعني نجذب استثمارات أجنبية على قدر المستطاع. ولكن برضو أرجع أقول الحرب في غزة موترة المنطقة، زي ما قال سيادة الرئيس خلال حوار سابق إن الحرب دي هتأثر على المنطقة كلها. صحيح. فتوصياتنا إحنا اللي بنقوله إن إحنا برضو محتاجين نحفز الاستثمار، محتاجين إن إحنا نزود القطاع الخاص خلال الفترة القادمة. هي استكمال يعني الخطه اللي احنا يعني او الحكومه ماشيه فيها، هي لازم تستكمل للنهايه، ما ينفعش ان احنا نيجي في النص ونغير خططنا، لازم تستكمل. صح. البنيه التحتيه هي اهم شيء، البنيه التحتيه هي اساس نجاح اي دوله،
ما فيش دولة نجحت أو زاد استثمارها أو زاد الاستثمارات الأجنبية فيها إلا وكان عندها بنية تحتية سليمة وقوية. وأنا في 9 سنين قطعت شوط كبير في مسألة البنية التحتية. قطعنا شوط كبير وده باين، يعني ده مش محتاج حتى أقصده بعدد أو كده، ده صح. أي مواطن مصري يقدر يمشي يعني في الشوارع المصرية هيشوفها. ده كمان في حاجة ممكن الناس ما تكونش أخذت بالها منها، بس تواجد المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات ده يعكس قد إيه وعيهم يعني بالحالة، إن دي حالة عالمية أو التحدي ده تحدي عالمي وليس تحدي داخلي فقط. قد إيه هم عارفين وشايفين المنظر يعني من الخارج، هم شايفين قد إيه إن يعني التحديات دي تحديات عالمية بتؤثر على دول العالم أجمع. الحكومة المصرية بتحاول على قدر المستطاع إن هي تكمل في خطتها وإن هي تقلل معدلات التضخم، وفعلا قدرت تقلله 1%. نسبة ممكن نستطيع نقول عليها نسبة ضئيلة، ولكن في ظل التحديات حاليا فهي إنجاز إن أنت تحافظ على مستويات النمو، إن أنت توصل 3.8%، فده برضو إنجاز. إن أنت توصل إن أنت تزود النمو ده إنجاز. في خلال آخر تقرير صندوق النقد، إحنا من أكثر دول العالم نموا في منطقة الشرق الأوسط، فده إنجاز يعني في ظل تلك التحديات. فيجب استمرار مشاريع البنية التحتية، يجب استمرار في تعزيز دور القطاع الخاص لأن ده دور مهم، ولازم يكون في تنافسية في السوق، وده شيء يعني بتسعى إليه جاهدا الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة. يجب تعزيز الصادرات وده بيحصل حاليا. احنا كانت صادراتنا في 2014 3 مليار، دلوقتي احنا وصلنا ل 24 مليار، بس احنا نطمح في المزيد من الصادرات. المنافسة العالمية صادرات غير بترولية، البترول احنا بنحاول نوصل للعالم كله. قناة السويس طبعا من اهم الملفات عندنا دلوقتي، وقناة السويس يعني احنا بنحصد منها ايرادات. احنا وصل ايراد قناة السويس خلال العام 23 يعني لاكثر من 9 مليار. 9 مليار طبعا ده رقم، ده انجاز في ملفات الحكومة المصرية. السياحة برضو احنا لما نكون طامحين ان احنا نوصل ل 15 مليون سائح، فده معناه ان احنا يعني واصلين لارقام يعني عظيمة جدا خلال الفترة الماضية. نريد الاستمرار ونريد ان احنا نكمل. انا عايز استمر وعايز اكمل، وانا في رايي انا استحق اكتر من ال 15 مليون سايح بكتير، لان انا عندي دول في المنطقه بتجيب ال 30 مليون سايح زي صباح الفل وما عندهاش اللي عندي، يعني لا عندها نفس الجو لو احنا بنتكلم على سياحه شاطئيه وترفيه، ولا عندها نفس الحجم اللي موجود من التراث الحضاري اللي هي السياحة الثقافية وما إلى ذلك إلى آخره. فأنا المفترض أن أنا أجيب أكتر من كده. لكن أنا قبل ما هروح لأستاذ مصطفى فهسأل، الناس لما بتسمع هذه النسب يقول لك رائع، أنا فين؟ فعلا صح؟ الناتج علي حلو بالظبط كده، العائد عليا ايه؟ عارف كده اللي هو ايه، الحطابين في اوروبا والعجائز امام نيران المدفأة. فالناس على طول هتسال انا فين؟ فين مفاتيح القدس؟ مش بنتكلم على القدس بقى، فين؟ مش العائد المادي المباشر. دولة قدمت حزم عظيمة جدا 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 خلال يمكن سنتين من اول الكورونا لحد دلوقتي، مجموعة من الحزم الرائعة، لكن الناس لازم بتتكلم على الاسعار بشكل يومي. وبتتكلم على اسعار ايه؟ الناس مش بتتكلم على اسعار العربيات، الناس بتتكلم على اسعار الاكل. فاصل ونروح نكمل الكلام مع استاذ مصطفى، تحديدا هيقول لنا وماذا عن الحلول، ما ينتظر الجمهور. استنونا بعد الفاصل. كل الترحيب بضيوفي الاعزاء الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، الاستاذ محمد صبري منور، عامل ايه؟ كنت اتفقنا بقى هنا فكين كده، ده الهوا هنا لذيذ. والاستاذ مصطفى عبد الله منور، اهلا بيك. وكنت بقول لك الناس دايما دايما هتفضل تتساءل، يا جماعه الارقام اللي بتقولوها احنا مصدقينها وعارفينها وواثقين فيها وفرحانين،
عارف كده على رأي انجليزي يقول لك واتس ان ات فور مي، انا بقى فين؟ انت عايز فلوس؟ يقول لك لا بس رخص لي الحاجه، انا مش فارق معايا تزود لي المرتب، عارف لو حاجه رخصت انا 100 فل و14. واحنا بنتكلم قلت وانا كمان ليا قول في السياحه. اكيد. حلو. نبتدي بالسياحه ولا نبتدي بال اللي انت عايزه؟ انا احب اكرم الضيوف. طب احنا نبتدي بالنقطه بتاعت السياحه على اساس ان زميلي استاذ محمد صابر كان بيتكلم فيها قبل الفاصل. ايه اللي يخلي السياحه في مصر مجال قوي في المستقبل؟ احنا ماشيين بخطه كويسه جدا، عايزين نوصل لرقم كبير جدا 30 مليون سايح. طب احنا هنوصل لده ازاي؟ في بعض الخطط اتحطت عشان نوصل للرقم ده بشكل يعني نقدر نقول مرحلي. ان احنا مثلا هنزود البنيه التحتيه الخاصه بالسياحه زي مثلا الفنادق، ساعات المطارات، اللي هنطور المقاصد السياحيه، هنعمل تطويرات مثلا في تدريب العماله او بخلاف كده من الامور. طبعا احنا عندنا تحديات تانية برضو في السياحه، بنشتغل على السياحه بشكل مرحلي. اللي شايفه في القطاع ان احنا عشان نعمل كل طموحاتنا دي عشان نزود البنيه التحتيه ونزود حجم ساعات المطارات ونطور المقاصد، كل ده لازم يدخل القطاع الخاص بقوة. القطاع الخاص في المجال السياحي في مصر هو قطاع قوي، لكن محتاج دفعة أكبر بكتير. ليه؟ عشان أقدر أن أنا أسوق مقصد سياحي ملائم للسائح. يعني إحنا كنا بنتكلم في الفاصل وقلنا أن إحنا عندنا هنا مقومات مش موجودة عند دول كتيرة في المنطقة حوالينا. محتاج لتسويق، محدش أنا مش مستني أسوق الهرم ولا الأقصر ولا أسوان ولا البحر الأحمر ولا شرم الشيخ ولا سيو، العالم عارفهم ويكاد يكون عارفهم أكتر مني، والعالم متشوق إن هو يجي لهم. حلو. وإحنا لما بنروح الأهرامات بنشوف السائح أول ما بيشوف الهرم الكاميرا بتطلع عشان يصوروا من كتر إن هو انتظروا سنين عشان يشوف المكان الرائع ده. حلو. بس المكان الرائع ده زي ما إحنا عارفين وزي ما إحنا بنشوف بيشوهوا بعض السلوكيات الخطأ، بيشوهوا بعض من عدم التنظيم، بيشوهوا ان الفندق بجايز يكون بعيد شويه عن مكان النزيل او السائح اللي هو مشرفنا في مصر. كل دي حاجات احنا المفترض نشتغل عليها بشكل تكاملي، عشان في الاخر بشتغل على حاجه اسمها تجربه السائح. السائح نفسه لما يحس ان المقصد ده مرحب بيه، وعلى فكره احنا شعب مرحب جدا، احنا بخلاف شعوب جداً في المنطقه، يعني في شعوب في المنطقه بتبقى عنيفه جدا مع السائحين. صحيح. على العكس هنا الشعب المصري بطبيعته ومعروف ودود جدا، محب جدا للسائح. إن حتى لما بنشوف اللي هم المؤثرين اللي بيبقوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم بيبقوا أجانب وبيبقوا من أوروبا الغربية ومن أمريكا، بيشكروا جدا في التعامل مع الشعب المصري. صح. لكن الحاجات اللي نقدر نقول الرتوش الصغيرة دي هي اللي بتصنع فارق كبير جدا جدا، ودي حتى بحكم قوانين التسويق، إن العميل غير راضي بيعمل سمعة أسوأ بكتير من عميل راضي بيحاول يوصل التجربة الجيدة بتاعته. هنشتغل عليها بشكل مرحلي، نتمنى ان هو يكون جزء من التطوير الاقتصادي اللي الدوله ماشيه فيه، ان هي تستكمل فعلا تقويه نقدر نقول منظومه الحاكمه لقطاع السياحه بشكل كامل. ننتقل بقى للنقطه الثانيه اللي هي المواطن عايز يحس بكل الارقام والنسب اللي احنا بنقولها، ويجي يقول لك طب انعكاس ده على الاسعار يا جماعه. انا لسه كنت بتكلم قلت يا جماعه انا اظن واتمنى انه يكون ظني خاطئ، بتمنى يعني ان احنا نقدر ان احنا نخفض الاسعار في الاسواق اذا كان في رقابه حقيقيه ومتابعه حقيقيه، والساده المحافظين بينزلوا كل يوم والضرب بيد من حديد على اي محتكر او غشاش او لص او 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 شهر هتلاقي اسعار الاكل والشرب كله نزل 25% على الاقل. هو في فعليا مجهودات بتتم في الاطار ده، لكن خلينا نقول برضو ان في نقدر نقول حالة من لو احنا اتكلمنا على أثر الإصلاح الاقتصادي، هو فعلا معترف ان الإصلاح الاقتصادي عمل تأثيرات سلبية على اقتصاديات الأسر. الإصلاح الاقتصادي احنا ابتدينا في مشروع بنحاول نصلح فيه الحالة الاقتصادية للدولة، كمان احنا ده يعني ضخينا نقدر نقول مبالغ كبيرة جدا عشان نعمل البنية التحتية. وخلينا نتطرق للبنية التحتية بمنظور مختلف، جايز الإعلام ما بيتناولهوش بشكل كبير. هو البنيه التحتيه دي لما بتتبني هي بتحسن حاجه اسمها جوده حياه المواطن. طبعا. لما المواطن بدل ما كان بيستهلك ساعات في ان هو رايح الشغل وراجع من الشغل، اولاده رايحين المدرسه راجعين المدرسه مرهقين، الحياه بتبقى يعني بتبقى عصيبه جدا بسبب مشروعات الطرق بالذات اللي احب اتكلم فيها. لما يكون مش متوفر عنده ميه حلوه والصرف مش موجود، وده بيؤدي لامراض احنا كلنا عارفينها زي الكبد والفشل الكلوي،
حاجات مختلفة. لما بنتكلم عن جودة التعليم والمدارس بنحاول نطورها، لما بنتكلم عن ريف في حوالي 60 مليون مواطن أو أكتر كانوا يعني نقدر نقول على مدار التاريخ مهملين تماما، وابتدينا ان احنا نروح لهم عشان نعمل كل البنية الأساسية اللي كانوا محرومين منها. احنا بس يعني لو هنقول بالأرقام ان 25% بس من القرى هي اللي كان عندها صرف صحي، والباقي معتمد على نظام الترانشات القديم، اقل او اقل كمان بصراحة ممكن. اقل. وهنتكلم ان الـ ان الـ ان شبكة الكهرباء رغم انها ممتدة في كل القرى لكنها تعتبر الكهرباء المكشوفة اللي هي بتبقى متعلقة في أسلاك فوق الشوارع، كابلات الضغط العالي دي، ولو قدر الله ان ده بيبقى في حد ذاته خطير على الأسر الموجودة وعلى الأطفال. لو بنتكلم على كل حاجة حوالين المواطن الريفي ده اللي هو أغلبية شعب مصر احنا رحنا له، طب ما كان ده له تكلفة ان احنا بندفع فلوس، الفلوس دي جايز بتنعكس في أثر الإصلاح. طب هنتكلم بقى الـ الأكل والشرب أسعاره غالية فعلا، في تحديات مختلفة بنقدر نقول انها بتعمل زيادة لحدة الموضوع. الإعلام هيعمل ايه؟ الإعلام على اي شيء حصل ايجابي في مصر، وانا في رأيي هي اكتر مما ممكن من اللي ممكن احصائه، اتكلم وقال وصور وعمل تقارير، اضافة الى انه المواطن زي ما انت قلت كده هو بيلمس ده بشكل عام بشكل بالزبط يومي بالزبط. هو اللي بيطلع على الطريق، وهو اللي بيشرب المياه النظيفة بعد ما كان بيشرب مياه عكرة للأسف الشديد، هو اللي اصبح في عنده صرف صحي محترم بعد ما كانت طرنش وحاجة يعني تضايق جدا، إلخ من أمور كانت سلبية يعيش فيها ظلها للأسف الشديد المواطن المصري، فده حياته اتغيرت. عشان كده أنا كنت بقول جزء من الإقبال حتى على الانتخابات أن الناس مش شافت في الإعلام ما حدث في 9 سنوات، لا الناس لمست ده في حياتها اليومية. طيب هنا هرجع يمكن بخلاصة ما من أستاذ محمد عشان أنا عارف حالا هيقول الوقت خلص، فإلحقني قبل ما يقولوا لي الوقت. الخلاصة أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية إنجازات كتيرة، نسعى ان هي تستمر هذه الانجازات، ونسعى ان الحروب تنتهي عشان ننتهي من سلسلة التحديات الصعبة دي، مع ان في كل تحدي فرصة، واحنا بنحاول ان احنا نستغل كل الفرص اللي يعني بتؤتينا. هقول بس حاجة للمواطن المصري، ان الحكومة هي مش بتنساه، هي على طول عاملة برامج حماية اجتماعية. بمناسبة الاسعار، رئيس الوزراء قال في آخر خطاب لي أنه هيتم طباعة الأسعار على السلع، ودي خطوة مهمة لأن كده خلاص سعر المنتج بقى معلن ومعروف لدى الجميع، وهنا دور الوعي لدى المصريين واللي احنا عارفينه أنه هو أنت شايف عادي. محمد أنه طباعة السعر على المنتج كده هي الفيصل والقرار والفصل، وهو ده اللي مش هيخلي الناس تزود في السعر؟ أنا هروح السوبر ماركت وأقول له مكتوب على علبة اللبن مثلا 35 جنيه، يقول لي والله حضرتك أنا ببيعها ب40، وأعمل لي كده أقول له طب أنا مش هاخدها 40، يقول لي براحتك حضرتك خدها من حد تاني. وأنا لو ما بروحش أشمع للراجل المحل وغرمه غرامة تعوره مش هيلتزم. ما هنا يجي دور الوعي المصريين، ان انا مش هشتري منه، ده واحد، رقم اتنين هبلغ عنه. ما هنا عايز في لا انا مش هشتري منه وهبلغ عنه، حلو جميل، بس لا، لو ما فيش رقاب بننزل نطب على الراجل ونخش ونعمل انسبكشن وبص تمام، طب تعالى لي بقى، لو انا ما ضربتش بايد من حديد مفيش حاجه هتتغير. الخطوتين مع بعض مهمين. هنا احنا بلزم المواطن المصري ان هو لازم يكون بيساعد الحكومه وبشركه في القرار معاها، ان هو لازم يعني هو عنده الوعي الكافي ان هو يعرف ان هو يتعامل مع جشع التجار، وفي نفس الوقت الحكومه المصريه هي بالفعل بدات تاخد في اجراءاتها في ان هي بتنزل بتضرب بيد من حديد لكل ما يعني من يحاول يعني زيادة الأسعار. أنا أقدر دماثة الخلق، أنت راجل دمس. أنا بشكرك أستاذ محمد صبري باحثنا الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نورتنا. أستاذ مصطفى عبد الله باحثنا بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برنامج السياسات العامة، نورتنا. أنا بشكركم جدا على وجودكم معنا النهاردة، وأتمنى أن احنا نقابلكم تاني مرة أخيرة. يا سادة يا كرام، المواطن بيعمل الآتي، لو لقى الحاجة غالية بيقلل استخدامه، لا بيشتكي ولا هيعمل كده،
ناس عايزه تشرب عيالها كوبايه لبن الصبح، وعاوز يعمل سندوتش جبنه وهو واخده والعيال واخده المدرسه. الراجل الاب ده مش فارق معاه حاجه خالص، ولا الام، وعايز بس العيال تاكل كويس، تلبس كويس، تشرب كويس، كلام من ده يعني. ادي كل القصه. القصه دي تستدعي ايه؟ حاضر هنطبع الحاجه، والراجل هيبيع بالغلا والكوى. نعمل ايه؟ نعاقبه بس، والله العظيم نعمل عاقبه بالقانون، وانا هقطع رقبته بالقانون، وعندي في القانون ما يتيح ويكفل لي ذلك. بس انا ما بعملش كده الا في النظر القليل. عشان يحصل كده المحافظين وبتوجيهات من وزير التنميه المحليه، اللي انا متاكد انه راجل محترم جدا جدا، وبطلب من معاونه الداخليه اللي ما بتتاخرش يوماتي، ومش في منطقه وشارع في كل حته عندك في المحافظه. ورانا حاجه؟ ما وراناش. مش دي شغلتنا؟ لو انا محافظ مش دي شغلتي؟ ايوه شغلتك. طب نعمل كده بس خلاص. خلصت الحلقه. كريم رمزي حالا، كريم رمزي حالا داخل لنا وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كان لنا العمر فهنقابلكم بكره باذن الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.